بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة وأنهار من لبن أيوة
Amen.
about lunch. Come on. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه ومنهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم
واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين الله عليك يا مولانا. الله اكبر. والنبي عدا تاني. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك يا منشاوي. الله يا منشاوي. لو أنزلنا هذا القرآن ولا جبل لرأيته خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
فأثرن به نقعا
ووسقنا به جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه بالخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Allah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا إليك غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم،
وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وخير الدنيا وخير الآخرة. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.